حج شو شو والله عمر تعال حج هلا بتعال اريد عيد انا عيدك يا اصبر لا بصير اريد عيد شخص انتحاري سيارة نقوده انتحاري وفجت على افراد المرور حصيلة الجرحى والشهداء اليوم الأحد 5 شهداء و10 جرحى في مدينة الصدر إجراء القصف الأمريكي على مدينة الصدر بس هذا بالانفجار هذا بالانفجار نناشد الحكومة والأطراف المشاركة في الصراع الوقف الفوري للقتال لإنقاذ الأرواح البريئة نناشد بفك الحصار عن المدينة خامسا سحب القوات العسكرية من الدوائر الرسمية ثلاثة نعمل مع التيار الصدري لتقديم أي مطلوبين للعدالة لأننا نؤمن بأن السلاح بيد الدولة فقط عندما ذكر أنه أحد المطلوبين